حسبي الله ونعم الوكيل، وكلنا عليهم ربي هو حسيبهم. الشيء اللي خدموه في النساء واللي خدموه في الاولاد وفي الشبان بالحجره بالرصاص الطحن، اي حاجه دراه حتى من الدائره حرقوها هما، ماهمش ولادنا. ولادنا ما يكسروش بلادنا، يوقفوها. والشيء اللي نطلبوا من مولانا والسلطه، السلطه اللي راهي حقرتنا والشيء اللي راه حقنا، كاع البلدان وقفوا معنا، كاع البلدان شهدوا معنا، موكلين عليهم ربي هو وكيلهم. كيف حطمونا ربي حطمهم.